نشرة الأخبار من النبأ، والبداية بأبرز العناوين. هدوء حذر عقب اشتباكات خلفت قتلى بمنطقة البارونية بورشفانة. سيالا يطالب بتحويل مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا إلى مهمة للدعم الأمن. وزارة التعليم تقول إنها تعمل على إعادة تنظيم التعليم الديني لنجاح فكرته ومخرجاته. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال مساعد آمر السرية الثالثة رمزي اللفع للنبأ إن هدوءا حذرا تشهده منطقة البارونية بورشفانة منذ صباح السبت. وأكد اللفع في تصريح أن قوات السرية الثالثة اشتبكت الجمعة مع الكتيبة 55 بقيادة معمر الضاوي بمنطقة البارونية بورشفانة، وكانت الكتيبتين تتبعان الحكومة المقترحة. وكان رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة علي أسنوسي أكد للنبأ سقوط قتيلين وسبعة جرحى جراء الاشتباكات المسلحة التي وقعت بمنطقة البارونية بورشفانة. من جهة أخرى، طالب عضو المجلس الأعلى للمصالحة طرابلس الكبرى محمد السايح المجلس الرئاسي المقترح بالتواصل مع آمر المنطقتين العسكريتين طرابلس والغربية لوقف العمليات العسكرية بمنطقة ورشفانة. وأعرب السايح في اتصال مع النبأ عن استغرابه من صمت الرئاسي المقترح جراء ما تشهده المنطقة من اشتباكات مسلحة. وطلب عضو مجلس المصالحة تشكيل لجنة للمصالحة من أجل التواصل مع جميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية. قال رئيس لجنة التواصل والترتيبات الأمنية المشكلة من وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة رمضان زرموح إن اللجنة ستعقد غدا اجتماعا مع لجنة الترتيبات المشكلة من قبل المجلس الرئاسي المقترح لبحث خطة لتنفيذ عملية الترتيبات الأمنية بطرابلس. اجتماع هذا مجموعة لجنة مستفرة تجهيز كيف نفذوا برنامج كان جاهزوا تاع الترتيبات الأمنية. لا احنا مثل ما تبناش مع الترتيبات الأمنية هذه مشكلة من رئيس المجلس الرئاسي، لازم يعطيهم امر هو اللي تنسيق معنا يسلموا لنا برنامج معين بنتابع تنفيذه. واوضح زرموح في اتصال معنا بان الاجتماع يهدف الى مناقشه عمليه انتشار مديريات الامن وتامينها للمقار الحيويه في مدينه طرابلس وضواحيها. هي اهم شيء ترجع الامور للدوله، كل المرافق الدولة، السجون، النوبات، الميناء، المطار، المنشآت، المصارف، كلها ترجع للشرطة، قيادة الشرطة. وهذا بدي فيه وزير الداخلية الحمد لله يعني. والله هذا نبو، يعني هذا هدفنا، وهذا نبو، كان يبغوا يعيشوا مرتاحين كلهم، كان يبغوا يعيشوا في أمان مرتاحين، يخلي الدولة تشتغل وبعدين دولة حل تنظم الشرطة والجيش والله حلول لها. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أهمية توحيد الجيش الليبي وعدم إمكانية التعويل على الميليشيات لحفظ الاستقرار بالبلاد حسب وصفه. كلام لافروف جاء خلال لقائه بوزير الخارجية المصري سامح شكري الذي طالب بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة بليبيا والحيلولة دون تقسيمها، وشدد شكري على أهمية التوصل إلى حلول سياسية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحول دون التمدد وانتشار الجماعات الإرهابية حسب تعبيره. قال وزير الخارجية المفوض في الحكومة المقترحة محمد السيال إن ليبيا تريد تحويل المهمة السياسية التي تؤديها الأمم المتحدة بالبلاد لمهمة لدعم الأمن. وأضاف السيال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأولوية يجب أن تعطى للأمن والاستقرار، مشددا على أن هذه الحاجة يجب أن تنال دعم الأمم المتحدة
ورحب سيالا بجهود البعثة الأممية بليبيا حول التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس، داعيا كافة الأطراف إلى احترام الاتفاق، مؤكدا أن المؤسسات والسلطات القضائية الوطنية والدولية ستلاحق مرتكبي تلك الهجمات حسب تعبيره. قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصي أن هناك فرصة كبيرة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفرض ترتيبات أمنية حقيقية بالعاصمة طرابلس وإجراء استفتاء عام على مشروع الدستور. وأضاف نصي في تدوينة له عبر تويتر أن تعاون وإدارة الجميع عمل أساسي لاستغلال هذه الفرصة التي سوف تهيئ الانتخابات الرئاسية وبرلمانية ناجحة حسب تعبيره. كلام نصي يأتي عقب يوم من لقاء جمعه بالنائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي عقاب والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. تفاصيل أكثر نتابعها في سياق هذا التقرير التالي. لقاءات بين لجنتي الحوار في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تعود من جديد. لقاء ضم رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصي ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي عقاب بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة. اختيار سلطة تنفيذية جديدة في البلاد هو الهدف القديم الجديد للقاء الذي تضاربت التصريحات حول نتائجه. المعلومات الواردة من طرابلس تؤكد بحسب رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية الوصول إلى اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وفقا لمخرجات لقاءات تونس والآليات المتفق عليها بين الجانبين. غير أن عضو الأعلى للدولة بلقاسم دبر صرح للنبأ أن المجلسين لم يتفقا بعد على آلية استبدال الرئاسي بآخر يتكون من ثلاثة أعضاء حصرا. ووفقا لدبرز أرسل المجلس الأعلى للدولة ثلاثة مقترحات بآليات تشكيل المجلس الجديد تتضمن تزكية الطرفين أو عبر الدوائر الانتخابية أو بواقع ممثل واحد لكل من الأقاليم الثلاث. وفي ظل التباين الحاصل في تصريحات الطرفين أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتح المريمي أن المدة الزمنية للوصول إلى آلية الاختيار الرئاسي لن تتجاوز الأسبوع أو العشرة أيام، وفي حال تعذر ذلك سيختار النواب رئيسا مؤقتا للبلاد. ولا يمكن رؤية هذا اللقاء بمعزل عن المنعطفات الحادة في موقف البعثة الأممية التي أعلن رئيسها في كلمته الأخيرة أمام مجلس حقوق الإنسان عن الحاجة لسلطة قوية ومنتخبة إثر اعترافه بعجز الرئاسي المقترح عن حلحلة المختنقات التي يعج بها المشهد الليبي. كما لا يمكن رؤية اللقاء بمعزل عن التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرا والتي دفعت بالرئاسي المقترح لاتخاذ تدابير أمنية واقتصادية مستعجلة لاستدراك شرعيته التي باتت على المحك. والعودة إلى الأوضاع في مدينة ورشفانة، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى الأستاذ محمد السايح. لو تحدثنا بداية سيد محمد عن جهود المصالحة، هل لديكم تواصل مع طرفي النزاع وهل هناك أمل أو أسس لحل الخلاف القائم؟ السلام عليكم، تحية مسائية طيبة. الحق ما يدور حاليا في ورشفانة هناك جهود من الاخوه الاعيان ومجلس المصالحه بالمجلس الاعلى واعيان منطقه ورشفانة في ايقاف الاشتباكات وحتى يتم فيها التهدئه وخروج الناس الامنه والناس اللي هي طبعا عارفه ان المنطقه كلها جمع زراعيه. طبعا احنا مطالباتنا للمجلس الرئاسي يعني بصراحه بسكوت على ما يدور حاليا في المنطقه من تدمير واخوه في بعضهم يعني سلاح وتدمير بصواريخ وقوادف وغيرها، وهذا نتج عنه نزوح وتهجير
اهالي المنطقه اللي هي دور فيها الصراع حاليا. واحنا مطالبتنا طبعا حاليا المعلومه لديكم ان طبعا احنا عندنا اسر ما هجرت واسر يعني طبعا فيها نزوح ما لم تتصل بنا اي جهه. طيب وسائل الم... نعم. الخيرية والهلال الأحمر وما نعم يسمى نعم. طيب المصالحة نعم سيد محمد سيد محمد نعم. نعم سيد محمد نعم. عند هذه النقطة تحديدا أنتم استغربتم من صمت المجلس الرئاسي على ما يحدث في مدينة في منطقة ورشفانة، هل تواصلتم مع المجلس وما هو رده تجاه الاشتباكات خاصة أن هذه الكتائب تتبعه؟ والله يا استاذ حق الحق هناك المساعي حاليا تدور على اساس انه حيتم التواصل مع المجلس الرئاسي والسيد الراز على اساس انه يتم على الاقل يا سيدي حتى حقن الدماء والجلوس على طاوله وطبعا هم اخوه اشقاء يعني ونحمل احنا المجلس الرئاسي والجهات اللي حاليا داخل الطرف في النزاع ما يدور من تدمير ونزوح و وتشريد عائلات وانت عارف الحال الشتاء وحاله يعني نقص السيول ونقص كذا ونقص كل شيء يعني المنطقه حاليا النزاع شبه انها مفرغه حاليا من سكانها. يعني احنا المطالبه ان حتى تتخذ انسانيه يا سيدي على الاقل حتى الناس اللي نصحت اللي يفترض ان المنظمات الدوليه ما يسمى بالمنظمات الدوليه اللي تتبجح وتقول ان احنا تم دعم ليبيا واعطاء كذا واعطينا واعطينا، احنا لم يتصل بنا اي شخص من المنظمات ولا من السيد وزير جلاله هذا نتاع النازحين والمهاجرين ولا حد من الرئاسي ولا واحد من الوزراء. لكن الحقيقه احنا حاليا في محاولات من السيد عميد بلديه السواني وجل الناس الخيريين على التواصل وعلى التواصل مع نار الفتنه والتعود الى طاوله الحوار ولا الجلوس ولم الشمل، وهذا ان شاء الله ربي ان شمل وحكم دماءنا، وهذا ما نقولش بكره الخاس والرابح يعني كل واحد يعني نعم. احنا ليبيين يعني احنا استبشرنا خير بما صار في احداث العاصمه نعم. ان احنا توصلنا ويعلم الله بالحال نعم فكرت وصلت فكرتك سيد محمد نعم وصلت فكرتك سيد محمد عضو المجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى. سيد محمد السايح كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قالت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة إنها لم تلغي مدارس التعليم الديني وإنما تعمل على إعادة تنظيمه بما يضمن نجاح فكرته وجودة مخرجاته حسب تعبيرها. وقالت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك إن واقع المدارس الدينية نوقش خلال اجتماع مراقبي التعليم في أغسطس الماضي بمصراته، حيث جرى الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة للتواصل مع دار الإفتاء وهيئة الأوقاف لتقديم تصور شامل لإعادة تنظيم المدارس الدينية. وبحسب الوزارة تم الاتفاق خلال الاجتماع على إيقاف القبول التلاميذ الجدد بمدارس التعليم الديني لمرحلة التعليم الأساسي لحين انتهاء اللجنة المشكلة بهذا الخصوص من عملها. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. تعليم المقترحة تطلق برنامجا تدريبيا لمعلمي المرحلة الابتدائية.
أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك على مساعدة الاتحاد في مغادرة 30,000 مهاجر غير نظامي من ليبيا ضمن برنامج العودة الطوية. ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن ناس تاسك قوله إن عدم استقرار ليبيا جلب اهتمام العالم للمعاناة التي سببها تجار البشر، مشددا على ضرورة تقديمهم للعدالة. وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي أنهم سيكثفون من جهودهم مع الشركاء في إفريقيا للقيام بعمليات البحث والإنقاذ بالبحر المتوسط حسب قوله. دعت رئيسة مكتب منظمة أطباء بلا حدود في إيطاليا كلوديا دولوساني إلى إجلاء المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا إلى بلد آخر بأسرع وقت. وحملت لوداساني في مؤتمر صحفي بروما الدول الأوروبية مسؤولية زيادة حالات وفيات المهاجرين غير النظاميين وطلبي اللجوء بنسبة 3 أضعاف في البحر المتوسط جراء سياسات تلك الدول. وأضافت رئيسة مكتب المنظمة أنه بخصوص مهربي البشر فإنه حان وقت تجريم المسؤولين الحقيقيين وهم سياسات أوروبا سيئة للغاية وفق قولها. أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها أنهت بنجاح عملية حفر بئر نفطية تطويرية في حقل البوري بقدرة إنتاجية تبلغ 1850 برميلا في اليوم. المؤسسة وعلى موقعها الرسمي أوضحت أنها استخدمت تقنية معدات التحكم الذكية في قاع البئر، وهو ما يفتح هذا جديدا لتطوير وزيادة القدرة الإنتاجية في الآبار المستهدفة حفرها مستقبلا في حقل البوري. احتضن مستشفى نالوت المركزي دورة تدريبية بمجال الكشف بالموجات فوق الصوتية وطرق التشخيص عن طريق الأشعة المقطعية. أدارت بحسب القائمين عليها استهدفت الأطباء والفنيين العاملين بقطاع الصحة من المناطق والمدن المجاورة، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمة الطبية نالوت بهدف الرفع من كفاءة العاملين بقطاع الصحة. طبعا الدورة كانت فيها محاضرات ألقيت الجانب النظري، وأيضا فيها برنامج عملي يتم الكشف على بعض الحالات اللي تجي داخل المستشفى. هذه طبعا الدورة أقيمت من ضمن برنامج قسم الأورام، وذلك للرفع من مستوى العاملين داخل المستشفى وخاصة العاملين داخل قسم الأورام، لأن قسم الأورام زي ما تعرفوا أنتم قسم حديث أنشأ أو بدأ افتتاحها في بداية 2018، وإن شاء الله طبعا حتقام دورات أخرى أيضا مستقبلية تخص بعض البرامج الأخرى. وقع مركز طرابلس الطبي عقدا مع إحدى الشركات الليبية المتخصصة لتوريد احتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات بقيمة 4,100,000 دينار. ويغطي العقد الموقع احتياجات المركز من المواد الطبية للأشهر القادمة ليؤدي مهامه إلى حين توفير كافة احتياجاته من قبل جهاز الإمداد الطبي. باشر الأطباء والمرافقين للقافلة الطبية التابعة للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي السبت تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمرضى في مدينة سرت. وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية بينها الجراحة والأطفال والنساء والولادة والعظام. وسيقوم الأطباء بإجراء الكشوفات الطبية للمرضى خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدى يومين بمقر الهلال الأحمر الليبي سرت. نظمت الهيئة العامة للسياحة بن وليد بالتعاون مع المجلس البلدي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. وتهدف الفعالية بحسب القائمين عليها إلى توعية المجتمع بأهمية السياحة ودورها في إرساء التواصل بين الشعوب والأمم.
الهيئة العامة للسياحة عندها مشروع أطلس اللي هو مسح شامل للمواقع السياحية والأثرية داخل ليبيا، فطبعا هم اختاروا مكة مدينة بنويد حتكون نموذج لهذا المشروع. طبعا الاحتفالية اليوم برعاية الهيئة العامة للسياحة والمجلس المحلي إن شاء الله حيكون مشروع ناجح بإذن الله. اليوم العالمي للسياحة من الأيام اللي معتمدة في المنظمة العالمية للسياحة، وهذه المنظمة الحقيقة هي تتبع جمعية الأمم المتحدة، فإحنا نرحب بضيوفنا الكرام. أطلقت وزارة التعليم برنامجها التدريبي لمعلمي المرحلة الابتدائية، والهدف إعدادهم لتدريس مادة اللغة الإنجليزية بالمراحل الأساسية الأولى ابتداء من العام القادم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير نتابع. لأجل هيكلة قطاع التعليم وضمان أفضل المخرجات، أدرجت وزارة التعليم مادة اللغة الإنجليزية كمادة أساسية تدرس في مراحل التعليم الأساسي الأولى ابتداء من العام القادم بعد غيابها لعقود. لكن هذا الإجراء يتطلب إعداد دورات تدريبية للمعلمين المستهدفين لتدريس هذه المادة، كما هو الحال هنا في مراقبة تعليم مدينة الخمس. اليوم جولة تفقدية لتجمعات دورة الرياضيات الشق الأول من الشق الأول هو الصف الأول والثاني والثالث والرابع. بدينا وانطلقنا في عدة تجمعات، كان مكتب الخدمات التعليمية الخمس 3 تجمعات، مكتب الخدمات التعليمية سوق الخميس 3 تجمعات. اليوم في تجمع المجد كان الحضور ممتاز جدا بالتعاون مع وحدة تفتيش تربية الخمس. الدورات التدريبية المكثفة التي تستبق العام الدراسي لم تقتصر على اللغة الإنجليزية فحسب، بل شملت مادة الرياضيات التي تمثل طرق التدريس البدائية لها عقبة أمام إيصال المعلومة. كوادر مختصة استضافتها الوزارة لنقل طرق التدريس الحديثة والوسائل التعليمية المساعدة التي من شأنها إحداث نقلة في القطاع وتحويل الطالب من متلق إلى عامل مساعد يشارك ويتفاعل لإنتاج المعلومة. في هذه القاعة نحن أيضا في تجمع آخر تدريبي وهو يخص وسائل تعليم الرياضيات. هذه الوسائل التي يجب أن تتوافر في كل حصص الرياضيات بحيث تكون الحصة أكثر متعة أكثر إفادة ويكون فيها الطالب عاملا مساعدا وليس متلقيا فقط. وجود وسائل تعليمية في مادة الرياضيات جدا مهم، خطوة أيضا نحو التطور بإذن الله ستتحقق وسنرى نتائجها في أسلوب أولادي ومعلمينا. ربط المقررات الدراسية بالواقع العلمي الحديث وتوضيد العلاقة بين المعلم والطالب هي ثقافة تلخص الرؤية التطويرية التي تهدف هذه الدورات المكثفة لتوطينها. الآن إلى العناوين. هدوء حذر عقب اشتباكات خلفت قتلى بمنطقة البارونية بورشفانة. سيالا يطالب بتحويل مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا إلى مهمة لدعم الأمن. وزارة التعليم تقول إنها تعمل على إعادة تنظيم التعليم الديني لنجاح فكرته ومخرجاته. كما تابعتم في النشرة أيضا، تعليم المقترحات تطلق برنامجا تدريبيا لمعلمي المرحلة الابتدائية. كما يمكنكم متابعتنا على موقع القناة النبأ.tv وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، ألقاكم في أمان الله.